اهلا بحضراتكم. يمكن من حوالي ساعه او ساعتين بالظبط شاب حريق في مصنع في مدينه 6 اكتوبر، وخلونا نطمنكم ان على الفور انتقل رجال الحمايه المدنيه الى مكان البلاغ عشان محاصره النيران، وقدروا فعلا ان هم يسيطروا عليها ويخمدوا الحريق، وكمان يسيطروا عليها من انها تنتشر للاماكن المجاوره والى يعني المصانع والمنشآت المجاورة. الموضوع بدأ ببلاغ لغرفة النجدة في الجيزة يفيد باشتعال حريق في مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بالفور على الفور بسيارات إطفاء لمكان البلاغ. ورجال الحماية المدنية قاموا أو بيقوموا حاليا بعمليات تبريد لموقع الحريق منعا لتجديد أو لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وبتتمركز سيارات إطفاء بموقع الحريق لتتبع الأدخنة بالمكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تفاصيل أكتر هينقلها لنا زميلنا الأستاذ إبراهيم قاسم، رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع. أهلا بيك. أنا مرحبا بك. يعني قول لنا يا إبراهيم، إيه الأخبار وإيه اللي حصل؟ هو طبعا كان غرفة النجدة في الجيزة تلقت بلاغ صباح اليوم باندلاع حريق هائل داخل مصنع للمواد الأغذية، بيقوم بتصنيع طبعا سلة الأندومي أو الأندومي. الماس الكهربائي يعني في حريات اوليه بتقول ان هو سبب الحادث زياده الاحمال، وزياده الاحمال ادت الى وجود ماس كهربائي ومن ثم شب الحريق، ولكن حتى الان تجرى عمليات التبريد لمعرفه السبب الحقيقي وراء الحريقه وراء هذا الحريق. ولكن يعني تم الدفع بالفعل فور تلقي البلاغ لاربع سيارات اطفاء، قامت هذه السيارات باطفاء الحريق والسيطره عليه منعا لوصوله الى باقي المنشآت والمصانع المجاوره له. تم ايضا وضع مواد لوقف تجدد الحريق، وعمليات التبريد بدات بالفعل من اجل عدم تجدد الحريق مره اخرى واندلاعه. لكن حتى الان رجال الحمايه المدنيه قاموا بدورهم فور تلقي البلاغ مباشره، والحمد لله ما كانش هناك اي خسائر في الارواح، لكن هي خسائر ماديه حيث اتت النيران على جميع مستويات المصنع وادى الى احتراقه بشكل يعني يعتبر كامل او شبه كامل. لكن الحمد لله ما وصلتش لاي مصنع او عقار مجاور لهذا الحريق. يعني زي ما قلت برضو ان التحريات هي اللي هتبين سبب الحريق، لان النيابه العامه بدات تحقق في القضيه في الواقعه، وامرت بانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات وبيان سبب هذا الحريق. ايضا كلفت الاجهزه الامنيه بسرعه التحري حول هذه الواقعه، وايضا استدعاء طبعا صاحب المصنع والحصول على الاوراق والمستندات الخاصه بالتراخيص لمراجعتها وبيان عما اذا كانت يعني هناك تراخيص سليمه لهذا المصنع من عدمه. كل هذه الاجراءات طبعا بتتخذها الجهات المعنيه وجهات التحقيق ل يعني بيان سبب وقوع الحادث والضرر وحصر يعني حصر كافه المحتويات التي تم حطها. طيب، عظيم جدا. سؤال يعني هيبقى بيدور في ذهن البعض اليومين دول يا ابراهيم، احنا بقالنا فتره كده عمالين نسمع عن حرايق، وانت طبعا راجل صحفي حوادث بقالك سنين. هل معدل الحرايق احنا في الصيف دايما بتزيد الحرايق بسبب ارتفاع درجات الحراره طبعا، والماس اللي يعني بيعمل ماس وبيعمل حاجات كده، هل معدلات الفتره دي طبيعيه ولا الفتره دي في زياده شويه؟ هو طبعا انا باكد على كلامك ان فصل الصيف من يعني من الامور التي تؤدي الى زياده الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحراره وزياده الاحمال على الاجهزه الكهربائيه والالات التي تستخدم فيها الكهرباء، وبالتالي يؤدي هذا الى حدوث ماس كهربائي ومن ثم اندلاع الحريق. لكن على كل الاحوال اعتقد جهاز التعبئه والاحصاء خلال الفتره الماضيه تحدث عن ان هذه المعدلات الحرائق بدات تقل نظرا لاتباع كافه الاجراءات الخاصه في الحمايه المدنيه والمقايسات للشركات والمصانع. كنا بنشوف كل سنه في شهر الصيف بيكون في حرائق جدا، لكن منذ اكثر من 30
بدات الحراك في 2000، وذلك طبعا نظرا لزياده الرفاه على المصانع خاصه الموجوده في المدينه او المنطقه الصناعيه. يعني المطر احترق النهارده كان في المدينه الصناعيه، وبالتالي المدينه الصناعيه هناك يعني اجراءات مشدده ورقابه مشدده على عمليه استخدام الحمايه المدنيه، وجود طفايات في المصنع من عدمه، صيانتها الدوريه، التشغيل الخاصه بهذه الطفايات الحريق ومقارنتها بما هو مثبت لدى الاجهزه الامنيه، وبالتالي هناك كانت رقابه على الحرق، وده ادى الى يعني انخفاض معدل الحرق في مصر وانخفاضها. واعتقد ان هذا العام يعني سيشهد ايضا انخفاض في معدلات الحرائق التي كنا نشاهدها منذ فترة طويلة. إن شاء الله بنشكرك زميلنا الأستاذ إبراهيم قاسم رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، شكرا لك على هذه المداخلة، وبالتأكيد الشكر موصول لحضراتكم على المتابعة دايما، ويعني يا رب يعوض على صاحب هذا المصنع. بالتأكيد يعني الحرائق بتكون مش على البال ولا على الخاطر، يعني زي ما بيقولوا ربنا يعوض عليه، والحمد لله مفيش إصابات بشرية ومفيش ضحايا، دي أهم حاجة. وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل وكل جديد فيما يتعلق بهذا الملف. خليكم دايما معانا على تلفزيون اليوم السابع، وبالتأكيد أيضا على موقع اليوم السابع. بشكر حضراتكم على المتابعة مرة.